ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف الدكتور أحمد طعمة، رئيس حكومة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سابقا. بداية دكتور، كيف تتابعون تداعيات هذه الضربات المتبادلة بين الكيان الصهيوني وإيران على الأراضي السورية؟ نعتقد أن ما جرى كان أمرا متوقعا وطبيعيا ضمن السياق الذي يجري منذ عدة سنوات، وبدأت تظهر بوادره منذ بضعة أشهر. ما أريد أن أقوله أن الإيرانيين اعتقدوا أنهم بعد توقيع الاتفاق النووي أن بإمكانهم أن يجتاحوا العالم العربي وأن يستولوا على العواصم العربية عاصمة بعد عاصمة، وها هم قد أحكموا السيطرة على 4 عواصم عربية على الأقل. واعتقدوا أيضا أن المجتمع الدولي مقابل عملية تأجيل امتلاك القنبلة النووية سيتيح لهم الفرصة أن يفعلوا ما يشاءوا في المنطقة ويتحكموا بجيرانهم من خلال نظامهم العجيب، وهو النظام الوحيد تقريبا في العالم والذي له خاصيتين: النظام الدولتي في داخل إيران والنظام اللا دولتي خارج إيران من خلال الميليشيات. طيب دكتور، كيف تقرأ الذي حصل بالضبط؟ نعم، فيما يتعلق بالقصف فجر هذا اليوم. نعم، أنه وعقب القصف الإيراني دكتور، القصف الإيراني جاء في استهداف للجولان، كيف تقرأ يعني تحديد هذه المنطقة بالتحديد من قبل إيران لاستهدافها؟ يعني هل تحمل رسالة معينة؟ كيف تقرأ من يقولون بأن إيران عندما تقصف أو تضرب أماكن داخل عمق فلسطين المحتلة وداخل الكيان الصهيوني سوف تؤثر على الكيان الصهيوني، وأنها بذلك يعني تحارب وتجابه من أجل تحرير فلسطين أو القدس؟ أنت تعلم أخي الكريم أن الإيرانيين أدركوا ومنذ تقريبا حوالي 2 شهرين عندما بدأت تظهر بوادر أن ترامب سينسحب من الاتفاق النووي، أدركوا أنه سيتم بعد إلغاء الاتفاق النووي ضرب كل البنية التحتية الإيرانية الموجودة في سوريا، وأن الخطوات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة ستسلك تجاه إيران مسلكين: المسلك الأول وهو القضاء على كل مراكز النفوذ الإيرانية في خارج إيران، وكذلك وعلى المسار الثاني تشديد الخناق على إيران لعدة سنوات أخرى وبطريقة الاحتواء التي تم احتواء الاتحاد السوفيتي فيها من قبل. وبالتالي فهم يسيرون على هاتين الجبهتين بآن واحد. الذي حصل أخي الكريم أن الإيرانيين صار لديهم شعور بأن الضربة العسكرية قادمة لا محالة، وبالتالي فلماذا لا يظهروا بمظهر البطل وأن يبدأوا هم بإطلاق رشقات جعجعية لا قيمة لها تشبه عتريات جمال عبد الناصر قديما، ويظهروا أمام المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي أنهم هم الذين يدافعون عن القدس وأنهم هم الذين يقاتلون من أجل الإسلام والمسلمين، وهم في ذلك وهم براء من كل ذلك مطلقا. نحن نعرف الإيرانيين ونعرف كيف سلكوا مع شعبنا السوري الأبي سلوكا مخزيا، وهم باعتقادي أنهم تمددوا أكبر بكثير مما يتحمله المجتمع الدولي. طيب أخيرا المجتمع دكتور، الدولي حتى ولو أعطاهم حبلا، نعم، كيف تقرأ دكتور لهم أن يعني بهذه الطريقة التي نعم تمددوا فيها؟ هم أكيد يستفيدون بذلك، ولكن دكتور السؤال الأخير، كل هذه القواعد العسكرية في سوريا هذه ليست قواعد لدعم بشار الأسد، بل هي لتمركز طويل الأمد هدفه استمرار طرح فكرتهم، نعم، القديم القائلة بأنه ينبغي أن نصحح الخطأ التاريخي الذي حصل، وهو أنه كيف أن السنة أصبحوا هم الأكثرية في العالم الإسلامي بدلا من الشيعة، وهم يريدون أن يروجوا لفكر التشيع وللشرك، نعم، الذي يحملونه دكتور أحمد، أملا واعتقادا منهم أنهم بهذه الوسيلة سوف يعيد الكرة ويصحح التاريخ. شكرا ويستطيع أن يفرض على جميع المسلمين. دكتور أحمد طعمة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق، شكرا لك.